يا عفوا نص ساعة، مو كأنه في غلط؟ شو هو الغلط؟ أنا خطيبك مو خيتي فايزة. طلع منه هسه انقلع. بالله انقلع. ها شوفي خيتي فايزة قلي لي شو رأيي؟ فايزة قلي لي شو رأيك؟ عفوا أنا خطيبتك مو فايزة. شرفي فوتي أنت اشتري الذهبات أنا بروح أعملها. لا ولو أنت صاحب القرار ولو حبيبتي. طيب ليك بلا بلا هالمحل، ليك شايفين المحل اليوم؟ هذا شيخ كار الذهب. هاد عنده الذهب تازه سخن يعني. والله شو رايك؟ شو رايك فايزه؟ شو رايك رانيا؟ تعي لحلك تعي. لكن احلامك لا لا خشني خشني اطلبك لايدك. لك انا بعمري ما نقيت خشمك لك من عمر. بس يعني كثير كثير كبيره كانه ما كبيره مخي ما هيك كبيره فايزه. اي والله بلا والله كبيره. ليكي ليك شوفي هذاك شو حلو ناعم بيلبق لك والله بيلبق لك. لا حلو هلا كلهم هلا بتسمحوا تفوتوا نشوف شو بدنا نشتري؟ تفضل حبيبتي. مرحبا. اهلا يا حبيبي مختار. اهلا كيفك؟ شو اخبارك؟ مرحبا بكم زي كيفك؟ شو اخبارك؟ هي اقبال العوازي اللي عندك يعني بعد فتره خطبتك. الف مبروك يا رب. الله يبارك فيك. فبدك تشوف لي خيتي فايزه شو بدها؟ رانيا خيتي رانيا حبيبتي شو بدها؟ بتنقي لها تنكت لي المحل نكت. شو عقل لك بمختار؟ محل احسن يعني. ليك اذا بدي ذهب 21 قيراط بتطلع عندك الذهبات تبع ال 24 قيراط. شو هو 24 قيراط؟ ماشي حبيبتي نقي شو ما بدي اشتهي واستحلي. ماشي خيتي ماشي حبيبتي ماشي. ابو مختار بس كلمتين على جنب لو سمحت. فرجي خذوا راحتك ساعديهم لما تمزين. تمام لو سهله. مثل ما قلت لك 24 قراءة. احسن ان شاء الله. لك حبك برصة قليل 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 اتقل. وبحظي اني انا بحبك 24 قيراط. نقو ذهب نقو نقو. شو اكل قط لساني؟ ما قلتي لي تقل حالي. خي ابو مختار مثل ما وصيتك ها 24 قيراط كتلي المحل. فرجينا هودي. شوفي مكياس القماشي. كيف حالك انجلقت؟ شبيك ما خليك القماشي هي احسن قماشي بالبلد كلها. هلق كنت ما تقلي ابي البقلك غير الفواتح ابدي غوامق. ها وجبتني لعند اول فستان اسود. ايه بس انت بالبقلك كل شيء لانه القالب غالي. وقت هلا الغزل ما هيك؟ تعي نشوف باقي القطع. تعي لهون. ايه تفضلي جيت. شو خيتي عجبك المحل؟ عجبك محل حبيبتي؟ ايه عجبني كثير حلو. هذا احسن محل بالمنطقه كلها. ايه ليكي ليكي محلا ليكي ليكي هذا سيكي يا القبوعة. شوفي محلا اي ليك لي من راسك شقفة. هيدا الجزدان والله حلو بالمكسيك. ايه وهذا ليكي اعملي هيك بكره منروح منقضي شهر العسل بالمكسيك. تعوا شوفوا الثياب تعوا شوفوا تعوا تعوا ليكي ليكي والله عنده قطع حلوة. ايه ليكي ليكي خيتي شو بيلبق لك هذا. اي والله حلو. وانت كمان ليكي اوه اوه اكل منك شقفة كمان اسود. اسود كمان. ايه خي خي تعيد اقول لك خي طاهر ابدك توصاي ها يعني خيتي وحبيبتي شو بدين تعطيين وابدي نخب تاني نخب اول حصرا بتنكت لي كرارو كرارو للمحل بتنكت لي اياه. روحي يعني اذنك شوي خي طاهر. روح شوفي احمر عليك والله حلو. يعني حسيته جاي يشتري لك الك مو الي. طبعا حبيبتي اكيد لانك مجلوقه مجلوقه فرج القى ما شايفه حالك كيف سايحه. يا خيتي بحبه ولك حبك برص ان شاء الله. اتقلي اتقلي اتقلت. اي والله اتقلت. زين اللي عندي شوي موضوع النخب الاول بتنساليها تنزل على النخب الثالث والرابع. شو قلت لها؟ الثالث والرابع. بعدين مشان موضوع المخالفة اللي انطقيتها من يومين نزبط لك الأمور أدخلها في خلاص. ماشي ماشي بس لا تقرب من بيتي. لا ثالث ورابع خلاص لا مثل ما قلت لك هي طاهر. ها شو نخب أول يا عيني عليك الله يقويك. خاطر لا يا الله. هي خيتي
كل الامور جاهزه. حلو. وهلا خلونا نفوت لجوا على الفي اي بي لانه البضاعه الثقيله جوا. تفضل. شرفك. تفضل. خيتي. خي طاهر.